كارافان. إذا رجعنا لكم كمان مرة. إحنا هلا صار معانا ضيوفنا موجودين معانا هون بالاستوديو، هم أمجد حجازين وإياد التعمري. هم رح يكونوا معانا هلا من طبعا إحنا رح اليوم نستضيفهم حتى يحكونا أكثر عن برنامجهم اللي رح ينعرض في ساعة ونص كوميديا في رمضان. بس إحنا قبل ما نكون معاهم رح نشوف هلا تقرير صغير عنهم راجعين. كاربان. وأخيراً بيخلصوا الطلاب مرحلة الامتحانات وبيبلشوا يستنوا اللحظة الحاسمة، ألا وهي لحظة النتائج. حبست زيادة. صافي صافي صافي. كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم، وقطرة فقطرة تذوب في المطر، وكركر الأطفال في عرائش الكروب. سب سب في صوت السب. يا صوتك عامل بجاف. يلا بريزه، انا في عزيز افتح عندك ايش بك انت خلص افتح عندك. انا تسعة تسعة قد ايه؟ انا فزت. انت اللي فزت. برافو عليك، صح عليك امجد. تمسك هاي ليره لك وعلى ثلاث ليرات لي. يلا اللي بعده. حط ليرتين. انا فزت اخذت ليره. في صوت في الصف انا في ريحه فتش محطوط جوا مرحله بنرول للحمام اللي أمجد إياد، يعني على الوضع ما أدي تأخذوا تصوير إذا بين كل كلمة وكلمة في كثير سين تأخذ معنا يعني المشاهد بأخذ معنا وقت تطويل لأنه بنقضيها نضحك لأنه البرنامج معتمد على ردود أفعالنا طبيعية، فإحنا بنحاول نكون طبيعيين يعني زي السيزون الأول. والحمد لله طالع كثير حلو، يعني أنا حبه كثير. تمام. سيزون الأول احكوا لنا أصلا عن شرش الطول. شرش الطول فكرة أصيل منصور. يس. فكرة تصير منصور ان احنا عم نعيش حياتنا بايام الطفولة، وايش الالعاب اللي كانت كنا نلعبها في الحارة في ايام الطفولة، وايش كنا نسوي في المدرسة قبل التوجيهي والاول ثانوي وبس. يعني الاشياء اللي احنا لحقناها يمكن اول الثمانينات اللي بالتسعينات او اللي هلا عمره 15 سنه ما لحقوها. ويعني حتى في اشياء جبناها كانت ناس تستغرب من وين جبتوها. صح. كنا حكينا بعض كيف تتذكرها بالضبط ومنين جبناها اصلا، يعني زي كابينه الالو وبطاقة ألو وهيك. بالضبط. وشو بيفرق عن الموسم الأول الموسم الثاني؟ كان عندنا بالموسم الأول يعني أول شيء احنا يعني تجربة جديدة. ما كناش بنعرف شو، يعني ما كان الإطار واضح كثير شو بدنا نعمل. بالضبط. بس عملنا إشي بناء على رؤية اللي كتب أحمد أبو كوش صديقنا، وبناء على يعني على اللي احنا تناقشنا فيه. هلا بالجزء الثاني الموضوع اختلف شوي لأنه صرنا عارفين احنا شو بدنا بالضبط. وعلشان هيك طبعا بلشنا نفكر يعني والجزء الثالث ان شاء الله. ان شاء الله. طب هلا انت حكيت قبل شوي احمد ابو كوش هو اللي بكتب، قد ايه انتوا في لكم قد ايه بتتدخلوا بالموضوع ما دام انتوا عم بتمثلوه؟ مش عم بيكون تمثيل 100%، عم بيكون شوي من شخصياتكم. لا هو بكتب يعني المشهد كيف بده يصير اوكي، وبترك الحوارات لنا ارتجاليه. احنا نرتجله. وكان هذا السيزون الاول كتبه ابو كوش، السيزون الثاني كتبته جود. جود. طب دخلك شو بتطعموا له اياد قبل الحلقه؟ لانه هون كثير هادي ورايق وبصراحه طالع طلعوا اياد اساسا لما اول بالسيزون الاول لما اختار الشخصيه وعملها وكان مربي لحيه ولابس طاقيه وكان اصلا ستايله يعني السياره الحمراء. بالضبط. فيعني اختار شخصيه طلعت جدا مناسبه. يمكن طلع احلى كاركتر بيننا كاركتر اياد واستمر فيه.
ما شاء الله عليك. ما شاء الله حبيبي. كبران ولا غير؟ آه صح. الطول الثاني. يعني كبرتوا أنت بسيزن. آه طبعًا. هلا شو الطول أول واحد الجزء الأول كنا نحكي على أشياء كانت كتير زمان وقت ما أنت كنتوا أطفال على أساس. هلا شوي عم تكبروا. صار في أشياء. أول ثانوي وتوجيهي وجامعة. أول ثانوي وتوجيهي وجامعة. بالضبط. بس بدي أقول لكم خبر. الجزائر جابت كمان جول. صارت 3-0 النتيجة. ايش كوريا داخل في مشكلة؟ زغلطي يوم صلاح يعني انا كوريا داخل كيف بس؟ يعني عشان والله هل قدرت تعيد السؤال اذا اصلا متذكره انت؟ اللي كنت اساله اللي هم ما جابوني عليه وجاوبوني عليه ناسي ما جاوبوك جامعة اوكي بعدين حتى بعد الجامعة كل واحد ممكن يشتغل بس هيك سينات بسيطة لانه الجزء الثالث راح يكون موسع اكثر. طب انت من هلا عم تحضر الجزء الثالث؟ طبعا طب بدنا ردة فعل الناس على الثاني بالاول؟ لا احنا يعني من الجزء الاول عرفنا الناس بدهم شو الاشياء اللي حبوها كثير الناس وفعلا هذا اللي اشتغلنا عليه عشان هيك احنا يعني شايفين انه هذا شوي عندنا خبره زياده حيكون اقرب للناس طبعا أكثر. والكاركترات كمان يعني قلنا يعني دربنا عليها 30 حلقه بالجزء الاول فبنيجي نعملها مره ثانيه فاحنا كثير مدربين عليها 100% طبعا برودكشن ديزاين ده كان صعب يجيبوا الاغراض القديمه اللي كانت موجوده زمان لا الصراحة عبد الهادي زكريا وأنا جبناهم يعني كان لا كثير سهل الموضوع ما كان كثير صعب سهل؟ هي الإشي الوحيد اللي كان صعب هي شو اسمه كابينة الألو بس على فكرة إياد عندهم في كابينة الألو أصلاً لسه لهلا في واحدة عندكم بس احنا بس بنعرف وينها أنا اللي دافنها مخبيها بس إياد تحديداً عندهم مستودع في البيت فيه كل إشي يعني من حبل تسلق لمكنة خياطة لا يعني أشياء غريبة يعني. حلو كثير بس ايش السمعة هاي يعني لا مش سمعة لا عادي هذا ابوي هيك ابوي بحب يخبي كل شيء بحب يخبي كل شيء بخبي اغراضك بتعرفش بعدين ممكن تحتاج بالضبط هلا معظم عفش بيت اياد في الشركة كلنا قلنا نصور فيه ممتاز طب هلا انت حكيت لي قبل شوي انه في اسم خاص لشرش الطول الجزء الثاني بالضبط هلا كان شرش الطول على اساس احنا سميناه الاول جزء طول او تسمى الاول جزء طول عشان شرش الطول عشان في شيء بصير يوجعك انت بس واحد صير يطول بصير هون شيء فاض شرش الطول الجزء الثاني اكبر شوي فضرس العقل تمام الجزء الثالث يمكن عرق النساء او شيء صار شو يطلع وشو الاشياء رح يعني غششنا شوي اكيد غششك شوي هلا بتعرفي المرحله اللي بالاول ثانوي عشان نجاح تلقائي مثلا فكنا ناخذ راحتنا هيك كان ايامي بعرفش فكنا ناخذ راحتنا شوي بالصف اكثر من اول نجحت او ما نجحت اجيت او ما اجيت رح احتمروا للتوجيه بالضبط هذا اللي بصير فكنا شو كنا نعمل بالاول ثانوي واختيار العلمي والادبي والتجاري والصناعي والتوجيه والنتائج والحاله اللي بكون فيها الطالب والانترنت ولما صار في ناجح للجامعه راسب سوق عمل او العكس او هيك فهي كل الاشياء استعرضناها شوف هو نفس المواقف بتصير كل فترة بس إنه من سنة لسنة بتختلف يعني مثلاً تذكر كيف زمان كنا نحتفل بعياد ميلادنا بالضبط هلا مثلاً 2014 نحتفل فيها بطريقة تانية أكيد ففي عندك اليوم صديق جاي يحتفل بعيد ميلادك يا سلام لا ميلاد وعلى الساو شبي يعني كيفك حالك شكرك على فيسبوك حبيبي علي زوم السربريز وكذا يعني عن جد فهمت يوم عيد ميلادك يعني كيفك عامل كيف حالك انت الف حبيبي شكرا كثير ان شاء الله يا رب يعني شو عمري ما توقعت خصوصا يعني انت وعلي عمري ما توقعت اقول لواحد فيكم شكرا بس انت عارف لانه علاقتنا فيش فيها هاي الرسميات يعني بصراحه انت شايف الصوره اللي عليها طبعا اكيد كثير الصوره حلوه حابين نحكي عن الصوره اللي عليها ولا بدنا نحكي على الهواء على الصوره اللي عليها هلا انا بديش على الهواء بتعرف لانه الحياه الاجتماعيه بالاردن بتسمح لي انا مش عارف انا ليش حاطينها بس مبدئيا الصوره على الهواء فايش رايك ننزل الكيك احنا بس يعني حابين نقول لك كل عام وانت بخير حبيبي 50 سنه ان شاء الله شكرا كثير لكم شكرا كثير يعني ميلاد شكرا كثير علي حبيبي تنزلوا على البحر بعد حبيبي اوكي معلش بعد ما تخليني اقولهم باي شكرا كثير عشان على الكاميرا انت بس واقف وجه الكاميرات شكرا شباب شكرا كثير لك شكرا كثير لكم على الكيكه طبعا ارجع لورا عشان انت زلمه مش حتقرب عليها بما ياكل كل الاستوديو لا انا محرج لانه واضح انك كثير جوعان لا مصدوم لا مصدوم كثير مصدوم كثير اخر شيء توقعت تصير معي بصراحه كل عام وانت بخير صراحه مناسبه حلوه انه انت معانا اليوم على الهواء حاب تحكي شيء بهاي المناسبه يعني اعمل سبيتش هلا انا عشان اكون يعني عادل مع نفسي عيط لا انا شوي عاطفي مرات سمعت بس انا يعني البنت اللي بحبها يعني مش يعني شكرا جدا بصراحه يعني مفاجاه كثير حلوه عمري ما توقعت تصير معي شيء زي هيك وتحديدا يعني علي وميلاد لانه كل موقف بشوفهم فيه بكون فيه مصيبه فاول مره بيجيني فيه شيء حلو فيعني فهمت علي وعلى الهوا
طب ممتاز. شكرا كثير لك امجد واياد، طبعا شكرا كثير لوجودكم. كل عام وانتم بخير يا رب، واحنا كثير مبسوطين بوجودك معنا. نستناهم برمضان، شرش الطول 2 درس العقل رح يكون معنا ضمن ساعة ونص كوميديا، احضروهم على رؤيا.